في هذه الفقرة سنتكلم عن العمليات على الدول المشتقة والتي تأتي بعد الاشتقاق في نقطة وهي تتم للدرس الأول. إذن العمليات على الدول المشتقة، أول نقطة سنتكلم عنها هي الدالة المشتقة للدالة F. إذن التعريف لتكون F دالة عددية معرفة على مجال E. فهنا في هذا الدرس عندما نتكلم عن الدالة المشتقة، أهمية هذه الدالة المشتقة تتعلق بقابلية الاشتقاق على مجال، يعني أن العبارة F دالة مشتقة نقطة هي غير كاملة، وبالتالي نتكلم عن دالة مشتقة على مجال. إذا كانت F قابلة للاشتقاق على مجال على E، إذا E هو مجال، في هذه الحالة يعني عندما نعتبر عنصر X معين من المجال E، فالدالة F ستكون قابلة للاشتقاق في هذا العنصر، وبالتالي العدد المشتق هو دائما موجود. وإذا كان موجود دائما يمكن تعريف هذه الدالة، الدالة المعرفة على المجال E بما يلي: لكل X من E ما هي صورة X بواسطة الدالة F؟ وكل عنصر X من E صورته العدد المشتق للدالة F في X، فهذه الدالة تسمى بالدالة المشتقة للدالة F. إذا مجموعة انطلاقة هو المجال E، ومجموعة الوصول هي R، وصورة كل عنصر X من E العدد المشتق للدالة F في نقطة X. إذا قلنا تسمى الدالة المشتقة للدالة F على المجال E. إذا عندما تكون لدينا F هي دالة قابلة للاشتقاق على مجال E، فدائما يمكن أن نتكلم عن الدالة المشتقة لهذه الدالة على المجال E، والتي تربط كل عنصر X من E بالعدد المشتق لهذه الدالة في النقطة X. ثانيا، النقطة الموالية هنا في هذه النقطة سنتطرق إلى بعض الدوال التي تسمى بالدوال المرجعية. عندما نقول الدوال المرجعية يعني دائما نعتمد عليها للتوضيح أو للبرهنة على أن دالة معينة تكون قابلة للاشتقاق على مجال معين. الدوال المشتقة للدوال الاعتيادية. فعندما نقول الدوال الاعتيادية يعني هي دوال
سنتعامل معها في أغلب الأحيان، وبالتالي مطلوب أن نكون على علم بقابل الاشتقاقات الدالة على مجال معين. وإذا كانت قابل الاشتقاق على هذا المجال فما هي دالتها المشتقة؟ في هذا أو في هذه النقطة أو في هذه الفترة سنتكلم عن مجموعة من الدوال، وبالتالي سيتم إدراجها في جدول. في هذا الجدول سنتكلم عن مجموعة من الدوال، الدالة F دالتها المشتقة، ثم مجموعة التعريف. الدالة الأولى التي سنتعامل معها سنبدأ تدريجيا، أولا الدالة الثابتة. عندما نقول الدالة الثابتة يعني المقصود هنا هو الدالة المعرفة على R وجميع الأعداد الحقيقية لها نفس الصورة التي هي دائما العدد K، حيث K عدد حقيقي ينتمي إلى المجموعة R. إذن عندما تكون لدينا دالة ثابتة ونعتبر عنصر معين من R ونبحث عن العدد المشتق للدالة في هذه النقطة، دائما نجد نفس العدد الذي هو دائما واحد، f'x تساوي واحد، وهذه الدالة هي قابلة للاشتقاق في كل عنصر من R. إذا نقول هي قابلة للاشتقاق على المجموعة R. الدالة الموالية والتي تعتبر كذلك دالة مرجعية هي الدالة التآلفية، حيث A يخالف الصفر وB هو عدد حقيقي، إنما نعتبر A تخالف الصفر حتى لا نحصل أو لا تكون لدينا دالة ثابتة تكلمنا عنها في الدالة الأولى. فهنا في هذه الحالة كذلك هذه الدالة هي قابلة للاشتقاق في كل عنصر من R، إذا نقول قابلة للاشتقاق على R ودالتها المشتقة f'x هي دائما تساوي A، وطبعا قابلة للاشتقاق على R، هي معرفة وقابلة للاشتقاق على R. الدالة الموالية إذا كانت f'x تساوي R x أس N، فهنا N هو عدد صحيح طبيعي كx أس 2 x أس 1 x أس 3 إلى غير ذلك، N هو عدد صحيح طبيعي غير منعدم ينتمي لN نجمة. إذن عندما نقول ينتمي لN نجمة يعني N عدد صحيح طبيعي أكبر من أو يساوي واحد. في هذه الحالة كذلك الدالة المشتقة ستكون معرفة بما يلي: f(x) تساوي nx أس n ناقص واحد، وهي دائما قابلة للاشتقاق على R. إذن هنا للحصول على مشتقة x أس n، إذن نلاحظ لدينا n الأس n في مدار في x أس n ناقص واحد، إذن هي دالة مرجعية يجب أو يجب حفظ هذه الصيغة أو تشييد هذه الصيغة لأنها ستكون دائما واردة في مجموعة من الأسئلة. ثم كدالة أخيرة f(x) تساوي 1 على x، هذه الدالة كل عنصر x صورته 1 على x، فهي الآن ليست معرفة على R بينما تكون معرفة على R نجمة. والدالة المشتقة f(x) تساوي ناقص 1 على x أس 2، ومجموعة التعريف هي المجموعة R نجمة. إذن هذه الدوال تسمى بدوال مرجعية، المطلوب دائما معرفة الدالة المشتقة لكل دالة من هذه الدوال.
الآن سنرى بعض الأمثلة، أمثلة لدوال عددية. ألف، في كل حالة سنتطرق إلى دالة عددية معينة، ويكون المطلوب هو تحديد الدالة المشتقة لهذه الدالة. فمثلا إذا اعتبرنا الدالة المعرفة على R ب f x دائما تساوي 3، إذا هنا f هي دالة معرفة على R، صورة أي عدد حقيقي x دائما تساوي 3. فهذه الدالة دائما قابلة للاشتقاق، ودالتها تساوي الصفر، أي x تساوي الصفر. عفوا، هنا دائما الدالة المشتقة، صحة المثال، الدالة عندما تكون f هي دالة ثابتة، الدالة المشتقة دائما هي الدالة المنعدمة. مثال آخر ب، إذا اعتبرنا هذه الدالة التآلفية، هذه الدالة تسمى ب التطبيق المطابق. هذه الدالة إذن من هي معرفة بما يلي: f x تساوي ax زائد b، a تساوي 1 و b تساوي الصفر. إذن قلنا f بريم x تساوي a، هنا a تساوي 1، إذن f بريم x تساوي 1 لكل x من a. مثال آخر، f x تساوي 3 على x زائد واحد. فهنا في هذه الحالة لدينا مثال هو لا ينطبق، أو ليست هناك، هي ليست بدالة مرجعية، إنما وجود العدد الثلاثة في الدالة المرجعية 1 على x زائد 1. فكذلك هذه الدالة سنرى فيما بعد، ستتطرق للعمليات على الدوال المشتقة. فالدالة المشتقة f من x تساوي ناقص 3 على x أس 2، إذن هي معرفة طبعا على المجموعة R نجمة، بينما الدوال السابقة كانت معرفة دائما على المجموعة R. إذن هنا تكلمنا عن الدوال المرجعية، وهي تسمى بدوال مرجعية أو دوال اعتيادية، هي تستعمل كثيرا للبرهنة على أن دالة معينة هي قابلة للاشتقاق مع استعمال خاصية أخرى. ثالثا، العمليات على الدوال المشتقة. فهنا عندما نتكلم عن العمليات على الدوال المشتقة، غالبا ما نتكلم عن جدا دالة في عدد حقيقي، نتكلم عن مجموع دالتين، نتكلم عن خارج دالتين. نعتبر دالتين لتكون f و g دالتين قابلتين للاشتقاق
إذا كنا نعلم أن F و G دالتان قابلتان للاشتقاق على مجال E، ماذا يمكن أن نقول عن جدا دالة في عدد حقيقي أو مجموع دالتين؟ مبرهنة رقم واحد، إذا كنا نعلم أن F قابل للاشتقاق على مجال E و G قابل للاشتقاق على مجال E، فكذلك الدالة F زائد G هي قابلة للاشتقاق على المجال E، والدالة المشتقة ستكون هي F زائد G. إذا سنكتب بكل بساطة بالنسبة لهذا المستوى، الدالة المشتقة لـ F زائد G هي F زائد G، يعني الدالة المشتقة لمجموع دالتين يساوي مجموع الدالتين المشتقتين، الدالة المشتقة للدالة F والدالة المشتقة للدالة G. بينما إذا كان لدينا K هو عدد حقيقي كثلاثة مثلا أو أربعة أو اثنان، وإذا قلنا نعلم أن F قابل للاشتقاق على المجال E، فكذلك K في F ضرب دالة في عدد حقيقي، هذه الدالة تكون قابل للاشتقاق على المجال E، وتكون دالتها المشتقة هي K في F. يعني وكأننا لتحديد الدالة المشتقة سنعود إلى فقط تحديد الدالة المشتقة للدالة F' ثم ضرب هذه الدالة المشتقة في العدد K. بينما الجداء، إذن هنا إذا كانت F و G قابلتين للاشتقاق على مجال E، فلا نظن بأن الدالة المشتقة ستكون هي F' في G' كما هو الشأن بالنسبة للدالة F زائد G. فالدالة المشتقة لـ F في G هي F' في G، هنا الجداء، زائد F في G. إذا طبعا هنا المضمون في هذه المبرهنة هو يعني إذا كنا نعلم أن F و G قابلتين لاشتقاق المجال E، ف الدالة F زائد G K في F و F في G هي دوال قابلة للاشتقاق المجال E، ولدينا هذه الصيغ التي تمكننا من تحديد الدالة المشتقة. مبرهنة رقم 2، إذا كانت F و G قابلتين للاشتقاق على مجال E، وكان لكل X من E G X دائما تخالف الصفر، يعني أن الدالة G هي لا تنعدم على مجال E، فإن الدالتين واحد على G و F على G قابلتين للاشتقاق على E، ولدينا مشتقة واحد على G تساوي ناقص واحد ناقص G على G اثنان، بينما مشتقة F على G تساوي F بريم في G ناقص F في G بريم على G أسيتا. نتابع إذن تصحيح التمرين التطبيقي. ثانيا fx تساوي 2x زائد 1 على x ناقص 1، طبعا هذه الدالة هي معرفة على المجال 1 زائد ما لا نهاية، f' من x
إذا تساوي مشتقة البسط التي هي إذن في x ناقص واحد في المقام ناقص إثنان x زائد واحد في مشتقة المقام التي هي واحد على x ناقص واحد أس إثنان. إذن أخيرا إثنان x ناقص إثنان x تساوي صفر ناقص إثنان ناقص إثنان تساوي إذن ناقص أربعة على x ناقص واحد أس إثنان. السؤال الثالث أو الدالة الثالثة f x تساوي x أس 2 زائد واحد على x. هنا سنتطرق فقط للدالة المشتقة على المجال، على المجال مثلا المفتوح صفر زائد ما لا نهاية. فهنا الدالة المشتقة مشتقة x أس 2 f x تساوي n 2 في x أس n ناقص 1 2 x، لكن مشتقة 1 على x هي ناقص 1 على x أس 2. إذن هنا مشتقة الدالة مجموع دالتين. هذا في هذا الدرس تطرقنا إذن للدوال المشتقة، وكانت النقطة الأولى والعدد المشتق الدالة في نقطة، ثم بعد ذلك العمليات الدوال المشتقة. لكن هذه الدوال المشتقة لها مجموعة مهمة أو يمكن تطبيقها في جميع الميادين، لكن بالنسبة لهذا المستوى سنقتصر فقط على تطبيق هذه الدوال المشتقة على كيف ندرس تغيرات دالة، كيف ندرس تغيرات دالة على مجال. يعني عندما نريد أن نبين ما إذا كانت F هي دالة تزايدية على مجال معين أو تناقصية على مجال معين، فضروري سيجب أن نتطرق إلى الدالة المشتقة، وبعد ذلك سندرس إشارة هذه الدالة المشتقة مما سيمكننا من دراسة تغيرات هذه الدالة. وهذه النقطة ستكون هي النقطة التي سنتكلم عنها في المرحلة الآتية. شكرا.